نقل شكل على مرصوفة. هذا الشكل أنقله على مرصوفة. لماذا هذه الدروس؟ هذه الدروس هناك رسم عن طريق المربعات، يطلب منك رسم نقل رسم بطريقة المربعات. لماذا هذه الطريقة؟ في التاريخ والجغرافيا ترسم خرائط، ترسم خريطة الجزائر بالرسم على المربعات. هذه الطريقة في الرسم مبادئها نتعلمها في حصة الرياضيات. إذن الدرس التاسع، نقل شكل على مرصوفة. ما هو الهدف من هذا الدرس؟ نقل أشكال على مرصوفة، التكبير والتصغير أشكال. إذن هناك ثلاث مهمات، هناك ثلاث مهمات، هناك النقل فوتوكوبي، هناك ثلاث مهمات سنتعلمها. كاين فوتوكوبي النقل، وكاين التكبير، وكاين التصغير. فوتوكوبي غرانديسمون ريدكسيون، هل تجدها عند صاحب الفوتوكوبي؟ اذهب لصاحب المكتبة وأعطيه رسمة وقل له اصنع لي فوتوكوبي على هذه الرسمة، يصنع لك فوتوكوبي. قل له يقوم بتصغير هذه الرسمة، يعطيك صورة مصغرة. قل له أريد تكبيرا لهذه الرسمة، يقوم بتكبيرها. مثلا نكتب مثلا اسم محمد، مثلا اسم محمد، هذه تطبعها وتأخذها للفوتوكوبي. تقول له أعطني فوتوكوبي، يعطيك فوتوكوبي. تقول له قم بتصغير هذه الكلمة، يصغرها. قل له أريد تكبيرها، يكبرها. إذا هذه بالآلة. إذا مهمتنا هي نقل أشكال على مرصوفة، النقل هو الفوتوكوبي، التكبير الأشكال وتصغير الأشكال. عندما تكبر ستسميه التحاكي، هذه تسمى المحاكاة، وتسمى نسبة التحاكي، نسبة التكبير ونسبة التصغير. هنا نتعلم مبادئ أساسية في النقل والتكبير والتصغير. إذن عرفنا ما هو الهدف من الدرس. نأتي إلى الحساب الذهني كما تعودنا. الحساب الذهني، تعال اصعد إلى الصبرة. ما هو متمم 45 إلى 50؟ متمم 45 إلى 50 هو 5. خطأ. ماذا قلت لك؟ 45. 45 هو 5. مثلا 42. 8. جيد. نأتي إلى المتمم إلى 70. مثلا 68. 2. أحسنت، ارجع لمكانك. أكتشف أنقل كلا من الشكلين على مرصوفة، على ورقة مرصوفة. في الحقيقة عندي برنامج جيوجبرا مباشرة. لاحظ الفكرة، ترانسلاسيون. يا أيها البرنامج، أنقل هذا الشكل بهذا الشعاع. أوبجي أديبلاسي ثم الفيكتور، مباشرة يعطيني هذا الشكل. لو أقوله هذا الشكل، أنقل هذا الشكل. هذا الشكل ينقله هنا. هذا باستعمال البرنامج. طبعا ليس هذا هو المقصود في الدرس. إذا لنقل هذا الشكل كيف نفعل؟ هذا الشكل تتحكم فيه نقاط، 1، 2،
ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة، إحدى عشر، اثنى عشر. هذا الشكل تتحكم فيه اثنى عشر نقطة. كيف ننقله على مرصوفة؟ نبدأ بنقطة نختارها، مثلا هذه النقطة، نختار نقطة هنا، من هذه إلى هذه عموديا، اثنان، أربعة، خمسة، اثنان، أربعة، خمسة هنا، ونوصل قطعة مستقيمة. ثم من هذه النقطة إلى هذه النقطة نتحرك مثل حصان الشطرنج، حرف آل أو علاقة شال. ثلاثة، واحد، واحد، اثنان، ثلاثة، واحد هنا، ثم ننزل اثنان، ثم ننزل اثنان، ثم اثنان، اثنان، ثم اثنان، اثنان، ثم واحد، ثم واحد، ثم واحد، واحد هنا، ثم واحد، 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 واحد هنا، ثم نصعد اثنان، ثم نصعد اثنان، ثم اثنان، ونجعل نقطة. بالنسبة لهذه النقطة اثنان، اثنان، من هذه اثنان، اثنان هنا. بالنسبة لهذه النقطة واحد، ثلاثة، واحد، ثلاثة. انتهت جميع النقاط، نوصل. ثلاثة، واحد، ثلاثة، واحد. ثم ننزل اثنان، ثم اثنان، اثنان، ثم واحد افقيا، ثم قطريا واحد، ثم واحد، واحد قطريا، ثم عموديا اثنان، ثم من هذه النقطة إلى هذه النقطة ماذا نفعل؟ ثلاثة أفقيا وثلاثة عموديا، ثلاثة أفقيا وثلاثة عموديا، إذن ثلاثة أفقيا وثلاثة عموديا. ثم نرجع لهذه النقطة بهذا الشكل، ويكون البوليغون مضلع هو هذا. هذا العمل بواسطة البرنامج العظيم جيوجبرا، لا نقول برنامج جيوجبرا، نقول برنامج العظيم جيوجبرا. إذن بهذا الشكل، هذا النقل الأول. إذن بالنسبة للشكل الأول هذا هو العمل النهائي مع الشكل الأول. كيف ننقل هذا الشكل؟ نختار نقطة هنا، ثم اثنان، واحد، ثم عموديا ثلاثة، أفقيا اثنان، أربعة، خمسة، اثنان، أربعة، خمسة، ثم اثنان يسارا وثلاثة عموديا إلى فوق، اثنان يسارا، ثلاثة فوق عموديا، إذن اثنان، ثلاثة، اثنان، واحد، اثنان، ثلاثة، ثلاثة يسارا، اثنين عموديا إلى أعلى. نرجع لنقطة البداية، وهذا هو الشكل النهائي. إذن الشكل النهائي للأول هو هذا، والشكل النهائي للثاني هو هذا.
انتهينا من اكتشفه. اكتشفه انتهينا منها. نأتي الآن إلى أنجزه. أنجزه لتكبير أضلاع الرباعي إلى الضعف. الضعف خمسة ضعفها عشرة، ثلاثة ضعفها اثنان، لتكبير أضلاع الرباعي إلى الضعف. شرع كل من رائد وأخته بتكبير نفس الضلع منه. طريقة رائد وطريقة أخته. ماذا فعل رائد؟ ماذا فعلت أخته؟ أرسم على ورقة مرصوفة تكبيرا لهذا الشكل بطريقة أخت رائد. الآن ماذا نلاحظ؟ ماذا نلاحظ؟ نتأمل. كلاهما يريد أن يكبر الشكل مرتين. نتأمل طريقة أخت رائد. واحد اثنان ثلاثة. لاحظ هذه القطعة المستقيمة، هذه واحد اثنان ثلاثة، ولاحظ هذه واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة. ما هي الفكرة هنا؟ أن أخته تكبر على نفس المرصوفة. المرصوفة هنا لم تتغير، لكن رائد لاحظ هنا، هنا عنده ثلاثة، ولكن هنا التكبير على مرصوفة أخرى. إذن هو اختار، إذن لاحظ هنا الفكرة. هل رائد صحيح في التفكير تاعه؟ نقيس رائد. رائد عنده هذه هكذا وهكذا. أولا نتفق على شيء، رائد معه حق، هذه نصف هذه أو هذه ضعف هذه، وهذا هو الدليل، هذا هو القياس، قسناها. ولكنه غير المرصوفة، سيتعب في الحسابات، سيكون هناك حسابات متعبة، لن يكون الأمر سهل. لماذا؟ لأنه غير المرصوفة. ولكن أخت رائد هل هي صحيحة؟ لاحظ الفكرة. أخت رائد هي فعلا هذه ثلاثة وهذه ثلاثة. أخت رائد كذلك كبرت الرسم ولكنها حافظت على المرصوفة. إذن ماذا فعل رائد؟ رائد قام بتكبير الشكل في مرصوفة أخرى ليست لها نفس الأبعاد. ماذا فعلت أخته؟ كبرت الشكل على نفس المرصوفة فتكون لها نفس الأبعاد، المرصوفة الأولى والمرصوفة الثانية. الآن أرسم على ورقة مرصوفة تكبيرا لهذا الشكل بطريقة أخت رائد. ماذا سنفعل نحن؟ ماذا سنفعل؟ سنقوم بتكبير هذا الشكل مثل ما فعلنا في التمرين اكتشفه. سنرسم أولا الشكل ثلاثة هكذا ثلاثة، ثم ننزل ثلاثة، ثم واحد اثنان واحد اثنان، ثم نرجع للبداية. هذا هو الشكل. نقوم بتكبيره. في الحقيقة هناك لمسة بهذا البرنامج، هناك لمسة. يا أيها البرنامج قم بتكبير هذا الشكل بالتحاكي الذي مركزه هذه النقطة ونسبته اثنان. بالفعل هناك بهذا البرنامج، هذا درس ستقرأه فيما بعد عندما تكبر، يعطيك التكبير مباشرة إلى الضعف. نحن كيف نفعل؟ كيف نفعل؟ سنقوم بالتكبير شيئا فشيئا بدون هذه اللمسة. ماذا نفعل؟
نقول هنا ثلاثة، ثلاثة في اثنان ستة، اثنان أربعة ستة، ثم واحد اثنان معناها اثنان أربعة، معناها اثنان أربعة، وهذه ثلاثة معناها ستة، ثلاثة وثلاثة أخرى. ثم نرجع للبداية ويكون بهذا الشكل، هذا أب لهذا، أو هذا هذا ابن هذا، هذا ابنه صغير عليه. مثلا يا أيها البرنامج اعطينا صورة هذا الفأر بهذا التحاكي الذي مركزه آم ونسبته اثنان، يكون هكذا. إذا نجيب على التمرين الذي كان عندنا، نرجع للتمرين. ارسم على ورقة مرصوفة تكبيرا لهذا الشكل بطريقة أخت رائد، وهذا هو الجواب، هذا هو الجواب بهذا الشكل، هذا هو الجواب، ينتهي الجواب هكذا. ننتقل إلى تعلمت، إلى تعلمت. ماذا تعلمنا؟ لتكبير شكل على مرصوفة حسب نموذج معطى أستعمل مرصوفة مكبرة بالقدر المطلوب، الضعف، ثلاث أضعاف، إلى آخره، وأرسم كل ضلع، كل ضلع من الشكل بعدد الخانات التي يحتلها. أما في نفس المرصوفة فأكبر كل ضلع بالقدر المطلوب. في الحقيقة الكلام هذا هو الكلام الذي كنا نقوله شفويا منذ قليل. مثلا رائد هنا ماذا فعل؟ اختار، هو طلب منه، طلب منه تكبير الرسم. رائد ما هي فكرته؟ طلب منه تكبير الرسم، فماذا قال هنا؟ قال هو أكبر المرصوفة، يا إما أكبر المرصوفة والثلاثة في المرصوفة الأولى هي الثلاثة في المرصوفة الثانية، وإما أحتفظ بالمرصوفة فأقول الثلاثة هنا هي ستة هنا. إذا رائد ماذا يقول؟ الثلاثة هنا هي الثلاثة هنا، والثلاثة هنا هي الثلاثة هنا. أما أخت رائد ماذا تقول؟ الثلاثة هنا هي ستة هنا، لأنها لم تغير المرصوفة. يا إما أكبر المرصوفة وأحتفظ بنفس الأبعاد، وإما أحتفظ بالمرصوفة وأغير الأبعاد. انتهت الصفحة.